في الفيديو ده هنركز على بقية الكيرفات. يعني احنا رسمنا الاورتي بريشر تشينجز اند الجاجرال فينس تشينجز في الفيديو الثاني اللي ليه علاقه باول اربع فيزز من الكاردياك سايكل. هنكمل بقيه الرسمه عشان تبقى الدنيا واضحه. اتفقنا في البدايه ان الاورتي بريشر بتقل في الاتريال سيستول والايزوفوليومتريك كونتراكشن، وبتعلى في الماكسيمم ايجكشن بتوصل ب 120 ملم مركب وسميتها انا كراتيك. وجيت بعد كده قلت ان ضغط الاورطه بيقل بالنسبه لنفسها في الريديوز ايجكشن فيز. طيب ده اللي قلناه قبل كده. ايه التكمله؟ التكمله لو تفتكروا في الفيديو الثالث قلنا برودو دايستوليك في نهايه الفيز ده ضغط الاورطة عمال يزيد مقارنة بالفنتريكل بريشر، والبلاد عايز يرجع بالعكس للفنتريكل واتقفل الاورتك فالف. بس الاورطة عملت حاجة. ايه هي؟ بصوا بقى على الرسمة وتقولوا لي ايه اللي حصل. واضح هنا مكان صباعي ان ضغط الاورطة في الحتة دي زاد وهنا مازال قليل. ايه اللي حصل؟ اللي حصل امتى ضغط الاورطة هيزيد تاني؟ في نهاية البروتو دايستوليك وبداية الايزو فوليومتريك ريلاكسيشن فيز. ليه لازم الاثنين بقولهم مع بعض؟ لان البروتو دايستوليك فيز مرحلة زمنية قصيرة دايما بتلحم وراها الفيز الثابتة اللي هي الايزو فوليومتريك. واتفقنا في الفيديو التالت ان ضغط الاورطة بيزيد بفكرة الاستيك ريكاي، ده السبب. لكن اسم ايه الارتفاع ده؟ الكتاب سماه باسم دايكراتيك ويف، موجة زيادة ضغط الاورطة. يبقى الجزء اللي حاطط عليه الار ده اسمه دايكراتيك ويف اللي سببه الاستيك ريكاي. طيب يا دكتور دي الفيز رقم كام؟ قلت له ده الفيز رقم 6، لاني اول ما اتقفل الاورتيك فالف ابتدى الفنتريكل لسه بيجهز نفسه علشان يملى، لسه كل الفالفز مقفولين والبريشر جوه الفنتريكل قريب من الزيرو. طيب النقطه دي اللي انا هحط عليها دايره بالاحمر دي الفيز نمبر 5. اللي باصص معانا على الفيديو هيركز في حاجه ان الرسمه ماشيه بالترتيب، واحد واثنين ضغط الاورطة عمال يقل، فيز ثلاثه بريشر اوف الاورطة عمال يزيد، فيز اربعه قل بالنسبه لنفسها، الجزء ده فيز خمسه وهنا ده سته. طيب وبعد كده فيز خمسه دي او النقطه الخامسه هسميها نقش الحفره. سبب الحفره دي هو ايه؟ sudden closure of aortic valve. حتى لو انت مذاكر cardiac cycle مش محتاج ان انت تفتكرها، سهل قوي، مش محتاج صعوبه ان انا هفتكرها ازاي، لا ده قبل الالاستيك ريكويل ودي اسمها diacritic notch. والالاستيك ريكويل كان سبب الدايكراتيك ويف. طب وبعد كده يرجع مره ثانيه البريشر في اورطة يقل، بلاد ليفز ذا اورطة تو ذا بيريفري. طيب الجزء اللي نازل ده اسمه ايه؟ الجزء اللي نازل ده من اول هنا لغايه الاخر كل ده دي كان اسمها انا كراتيك. اتفقنا في الفيديو الثاني انا كراتيك يعني انا بوليك، يعني الكيرف بيعلى معاه. هنا الكيرف عمال يقل 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 لان الاورطه بتمهد نفسها بعد كده انها تاخد من الفنتريك، فهسميها كاتاكراتيك. وكلمه كاتاكراتيك جايه من كلمه كاتابوليك، شيء بيتكسر، حاجه عماله تقل معاه. اللي انا رسمته دلوقتي هو رسمه الاورتيك بريشر او رسمه البلس اللي انتوا خدتوها في العمل. هتقولوا لي ايه علاقه البلس بالاورتيك بريشر؟
بالكاردياك سايكل، العلاقه بسيطه جدا. بتشوف الباس عند الراديال ارتري، والراديال ده تكمله للبريكيال ارتري، والبريكيال ارتري في اناتومي سنه اولى من الاخر طالع من الاورطه. يبقى الشجره الام هي الاورطه. قول لي التغيرات اللي حصل في الاورطه، هقول لك التشينجز اللي هتحصل في اي فيسل تاني، وده هيعبر عن البلسيشنز. طلبة كتيرة بتسأل السؤال، ليه يا دكتور كل ما نيجي نبعد عن الاورطة الفاسلز اللي هي في البريفري، ايديك ورجليك وبالاخص فيمورال ارتري في اللور لين، ليه بيكون الكوندكشن اوف البلس سريع؟ في قاعدة، كل ما تبعد عن السنترال فاسل عن الاورطة كل ما الالاستيسيتي بتقل، فسرعة نقل البلس بتبقى اعلى، النبضات بتتنقل اسرع. دي قاعدة، والقاعدة دي الكتاب برضو قالها بكذا طريقة. الاولد ايج المرونة بتاعتهم قلت، لوز الاستيسيتي في الفاسل وول، عندهم تصلب شرايين اسموسكليروزس، بيبقى سرعة الامبلس او سرعة البلس عندهم اعلى. ارقام السرعات انت مش مطالب بيها غير برقمين هتتسألها في امتحان العمل، ان سرعة البريشر ويف اللي موجودة في الوول اوف ذا فيسل بتبقى 6 متر في الثانية. يعني ايه؟ الدم بيتحرك من البريكلر الى الريديال، الدم هو بيتحرك من هاي بريشر الى لو بريشر، فيجي يقرب من الوول اوف ذا ريديال ارتري يعمل فيه هزه سريعه سرعتها 6 متر بير سكند. اما سرعه الدم شخصيا اللي ماشي في الريديال ارتري نص متر. انا ليه بقول الكلام ده؟ لان انت هتتسال بعدين، هو انت بتحس البلد اللي ماشي في الراديال ارتري؟ تقول له لا، انا بحس بريشر ويف ترانسميشن، نقله الدم من الهاي لللو، بيعمل لك هزه في الوول زي موجه البحر، بريشر ويف، لان البلس هو نقله ضغط. انا ما بحسش البلد، لكن بقيه الارقام اللي في الكتاب، سرعه الدم اللي بتحسه في الاولد ايج كام متر؟ سرعة الدم في الأورطة كام؟ في الأطفال كام؟ حشو ملوش أي لازمة خالص. طيب، ده بالنسبة للأورطة بريشر تشينجز. في نقطة تانية الطلبة بتسأل عليها، البلس فوليوم إمتى يزيد وإمتى يقل؟ فوليوم مش المقصود بيها حجم الدم، مقصود بيها قوة الضربة. أنا بفضل دي هنقولها مع فيديوهات عملي خاصة جدا لما تخلصوا امتحان الاسسمنت اللي جاي. طب نيجي للكيرف ده، جاجيلر فينس كيرف. فاكرين بدأنا بالاي ويف ثم السي وقلنا اكس، ووقفنا عند الفي وقلنا الفي ده رمز الفينس ريتيرن، والسي رمز الكاروتيد بالستيشن اللي اتنقلت، والاي رمز للاتريال كونتراكشن. قبل ما اجي اكمل شرح على الكيرف ده، واحنا طلبه في سنكم كنا بنفتكرها ازاي؟ ثلاثة ويفز اي سي في، كاننا بنقول لواحد اسف انا اسف، اي سي في خدها على بعض. طيب بعد الفي انا ملاحظ يا دكتور انك رسمت حاجه قلت واي، هو ايه اللي حصل؟ نفكر ومن غير حفظ. الاتريوم اتملى بالفينس ريتر، اتملى في كذا فيز وقلناهم قبل كده. بعد ما الاتريوم اتملى عايزين نبدا في الرابيد فيلينج فيز، الفنتركل عايز ياخد من الاتريوم. طب طالما اخد منه بلد يبقى بالمنطق
ضغط الاتريوم عمال يقل، عشان كده في الاول زاد بالفينس ريتر. طب والواي دي رمز لاني مرحله؟ الفيلنج فيزس، وده منطقي. انا فرقت في دمي ليك يا بنتك، يبقى ضغطي حاليا قليل. تيجي نرقم، هنرقم زي ما رقمنا في الاورتيك بريشر عشان تشوف تتابع السايكل. ايه ده؟ رمز الفيز 1 اتريال سيستول. السي ده رمز مين؟ ايزو فوليومتريك كونتراكشن اللي هي البلج. اكس ده رمز للماكسيمم ايجكشن فيز 3. طب وفي فينس ريتيرن؟ تعال نعد امتى الفينس ريتيرن يزيد للاتريال؟ عندك في ريديوست ايجكشن برودو دايستوليك اند ايزو فوليومتريك ريلاكسيشن. اللي يبص على البورد يلاحظ ابداع وعظمه ربنا، كله ماشي بنظام. واحد اثنين ثلاثه اربعه وخمسه وسته في الفي الفينس ريتيرن. طب والنازله دي؟ فيز 7 وفيز 8. طب طالب قال لي طب ما بتكملش؟ قلت له لو انت عايز تكمل الرسمه هنكملها اهي. نطلع تاني اهو اهي، بترجع تاني تكمل مش 7 و8، ارجع تاني فيز 1 لغايه 8. طيب النقطه اللي هركز عليها ايه دلوقتي؟ سيجنيفيكانس اوف جاجيولار فينس كيرف. كلمة سيجنيفيكانس المقصود بيها ايه؟ اهمية ان انا درست الويفز دي. لو جيت ونصيته عند الاي ويف طلعت منها سهمين مهمين عشان اعبر عن حاجة. ايه هي؟ امتى الاي ويف تختفي؟ الاي هي رمز للاتريال كونتراكشن، تختفي الكونتراكشن من غير حفظ. معنى كده ان الاتريوم كان فيه اكتر من اكتوبيك فوكس. كل ما يزيد الفوكس جواك يا اتريوم هتعمل كونتراكشن كتير في الاول، وبعد كده هتتعب وهتدخل في المرض اللي احنا عارفينه، اتريوم فايب ريليشن، رعشه الاتريوم. طيب امتى الاي ويف لو سجلتها اسجلها عاليه قوي، ارتفاعها كهايت عالي؟ بصوا على الرسمه دي، بين الرايت اتريوم والرايت فنتريوم عندي تراي كاسبيد فالف. كل ما الفالف ده بيبقى ضيق جدا. كلمه ضيق هنقولها في الفيديو القادم. ستينوزس الباب ضيق، يبقى الدم اتجمع في الاتريا وعمال يعمل بريشر على الول، صح؟ ومش عارف انه ينزل للفالف. دخلنا في هارت فيلير، شيء طبيعي. طالما الباب ده ضيق يبقى الضغط في الاتريا بقى عالي قوي، مش عارف ينزل حاجه للفالف. طالما الضغط عالي قوي على الول وفي الاتريا يبقى رمزها ايه؟ ويف. ما هو ايه ده؟ اتريال كونتراكشن. فتلاقي العيان ده ترايكاسبيد ستينوز. بصوا ايه رايكم في الايه؟ ادي الهايت اوف ذا اي ويف، ده الامبليتيود اعلى من دي، يبقى ده ترايكاسبيد ستينوز. نيجي نبص على السي ويف. السي كان سببها بلج اوف ذا اي في فالف. الاي في فالف طلعت لفوق زي القبة لأن في ضغط عالي عليها من تحت من الفنتركل نفسه. هتقولوا طيب امتى ضغط الفنتركل يزيد قوي؟ عندك احتمال من اتنين، يا اما الفنتركل فشل ان يضخ الدم للبلمونري ارتري، يبقى الفالف بينه وبين البلمونري ضيق قوي، يبقى اسمها pulmonary stenosis. فاستينوزس يعني ضيق، او الترايكاسبيد فالف بيفوت. دكتور يعني ايه بيفوت؟
طبيعة أي فالف في الدنيا زي أي باب، يفتح فيعدي ناس ثم يقفل، الفالف يفتح فالنار ينزل من الاتجاه للفالف. تعالوا نتخيل إن ترايكاسفيد فالف لما حاطط صباعي عليه ده ما بيقفلش، التو كاس ما بيقفلوش، ضرفتين الباب ما بتقفلش مع بعض كده. معنى كده ان الضغط اللي تحت يعمل ايه؟ هيزقه اكتر واكتر لفوق، الباب فقد قيمته، الصمام ما بقاش فعال، فهيتزق ويطلع لفوق. عشان كده كتاب الاسم قال عايز البلج يبقى اقوى ما يكون والباب يتزق لفوق اللي هو ترايكاسفيد، لازم يكون الترايكاسفيد ده ان كومبيتنس. معنى الكلمة دي ايه؟ عشان طلبة كتيرة بتسأل فيها. كلمة كومبيتنس كفاءة، ان يعني فقط كفاءته، الباب ما بيقفلش فالفالف عمال بيطلع لفوق. عشان كده كتاب الاسم قال السي ويف اللي هي البلج اوف ذا فالف تكون اكبر ما يكون في ترايكاسفيد ان كومبيتنس. لغايه دلوقتي انا قلت ايه؟ امتى الاي ويف تختفي؟ وامتى الاي ويف تبقى كبيره؟ وامتى السي ويف تكبر؟ ناقص لي نقطتين في السيجنفيكانس مهمه قوي. ايه هما؟ العلاقه ايه ما بين الاي والسي ويف؟ لازم اقول الاي ده رمز الاتريال كونتراكشن، والسي ده رمز لبدايه ايزو فوليومتري كونتراكشن فيز. كاني بقول لك الاي والسي هي علاقه كونتراكشن اوف اتريوم بكونتراكشن اوف فنت. قال لي ايوه انا فاهم قصدك يا دكتور. وبعدين زي ما في علاقه ميكانيكال بين اتريوم وفنتريكولار كونتراكشن، اكيد برضه في علاقه الكتريكال بين اكشن بوتنشال اوف اتريوم واكشن بوتنشال اوف فنت. ما هو في شيء طبيعي اكسايتيشن كونتراكشن كابل. قال لي يعني عايز تقول ايه؟ قلت له بدل ما اقول كونتراكشن بكونتراكشن حول كهرباء بكهرباء. كهرباء الاتريوم رمزها ايه؟ قال لي بي ويف. ماشي. وكهرباء الفنتركل اول مكان دي بولارايز هي الكيو اللي هي كيو ار اس. كاني بقول لك بي ار انترفال. بي ار انترفال اللي قلناها في اول فيديو اي سي جي هي بتعبر ميكانيكال عن اي سي انتر. ناقص اخر جزئيه في سيجنيفيكانس الجاجولار فينس بريشر. امتى ما يبقاش في ريليشن ما بين اي وسي؟ يعني رسمت اتنين اي ويف واحده سي، رسمت ثلاثه اي واربعه سي، طالما ما فيش علاقه ما بين الاتريال والفنتركل كونتراكشن. قال لي يا دكتور انا فهمتك، يعني الاتريال شغال لوحده والفنتركل كمان شغال لوحده، وده بيحصل في انهي مرحله؟ ثيرد ديجري اي في بلوك. خلاص اتقفلت العلاقه بين الاتريال والفنتركل، الاي في نود مش شغاله. انت السي نود في وادي والبركينجي فايبر في وادي تاني، ودي قلناها في فيديو الاريزميا. ما دام كل واحد شغال لوحده يبقى مفيش اي ريليشن. نيجي للجزء الاخير من الرسم. الجزء الاخير من الرسم اللي هو اللفت فانتيكل براش فوليوم لوب قلناه على فكره قبل كده في الفيديو التاني. انا هركز في الفيديو ده على ايه؟ على فكره ان ممكن الكيرف ده نلاقيه مع رايت فنتركل. هي نفس الرسم زي ما قلنا لتشينجز ان رايت فنتركل ذا سيم اس الليفت. ايه الاختلاف اللي هيحصل في الرسمه؟ اختلاف بريشر. يعني ايه؟ احنا هنا قلنا ان الاورتيك فان اوبننج عند 80 مليمتر مركب. هناك مش هقول اورتيك فالف في الرايت، هقول بالمونري فالف، واقول يفتح عند رقم تاني 25. لان المعروف ان السيستوليك بريشر
اوف ذا رايت فنتريكل 25 والدايستوليك 10. يبقى ده الفرق الاولاني ما بين رايت اند ليفت فنتريكل بريشر. لان في سنه من السنين اتسالت سؤال، ارسم لي يا ابني رايت فنتريكل بريشر فوليوم لوب. طلبه عملت ثوره في اليوم ده، قالوا ما خدناهاش في الكتاب، الكتاب كاتب ليفت فنتريكل بس. الكتاب لعيم امن نفسه ازاي؟ كتب تحت الكيرف ده ذا سيم تشينجز ان ذا رايت فنتريكل بريشر ويز ديفرنت بريشرز. في اختلاف في البريشر، يعني الرايت فنتريكل بدل ما تقول لي مايترال فالف كلوجر هتقول تراي كاسبيد فالف، بدل ما تقول اورتك هتقول بالمونر. يبقى دي اول سيجنيفيكنس. تاني نقطة مهمة، فاكرين لما جينا قلنا الفنتريكل الاخر يملى 130 مللتر اند دايستوليك فوليوم، تمام؟ وقلنا الاند دايستوليك فوليوم ده بيساوي ايه؟ مع فيديو الكاردياك اوتبوت هنقول جمله مهمه. هنيجي نعتبر، هرسمها كده، نعتبر ان الهارت عامل زي الصندوق اللي بالاحمر ده. الهارت بيدخل جواه 130 مللتر بلاد ان وان سايكل، يخرج منهم 70. فاكرين ال 70 مللي دول؟ سميناهم ستروك فوليوم. كلمة ستروك يعني الفوليوم اوف بلاد بامبد ان وان بيت. واضح ان ال 70 دول هم ستروك فوليوم وال 130 هم الاند دايستوليك. طب بالعقل، خرجت 70 من ال 130 يبقى باقي عندك الفرق اللي هو 60 مللي، لان الطلبه فاهمه معلومه غلط، ان الفنتريكل هيفضى تماما من البلد. غلط ليه؟ لو فضي تماما من البلد هتلاقوا ان الوول اوف ذا فنتريكل اتطبقت، فكره كولابس. ربنا ما بيفرخش اي اورجن تماما بالكونتنت بتاعه، بيبقي جزء. طب الجزء اللي اتبقى، اتبقى بعد ما السيستول خلص، فال 60 ده اسمه ايه؟ اند، ادي ايه؟ سيستوليك فوليوم. عشان كده الكتاب قال عايز تعرف الستروك فوليوم يساوي كام؟ اللي هو ال 70. ال 130 اللي هي الاند دايستوليك ناقص ال 60 اللي هو الاند سيستوليك، دول يساوي ستروك فوليوم. كتاب الاسم في الحته دي ما قالش الكلام ده وسكت، قال في حاجه اسمها ستروك ورك، ودي اللي هختم بيها الفيديو ده. كلمه ورك معناها المجهود المبذول لضخ الدم. اي ورك في الدنيا ليه علاقه بحاجتين، فوليوم اند بريشر. يبقى الستروك ورك بيساوي ستروك فوليوم ال 70 مللي اللي خرجوا تايمز المين ارتيريال بريشر، لان انت هتخرج الدم للاورطه. في جزئيه مش هقولها في الفيديو ده، هنقولها مع الكاردياك اوتبوت، حاجه اسمها كونتراكتيليتي كيرف.